ده يا فندم ماكيت من الكريستال. سيادتك طبعا قارئ القرآن الكريم يعني تشوفوا لوحدك سيادتك. ابتكار مصري فريد. أول تسجيل للقرآن الكريم على الحجر، وفي سيادتك جهاز بيقدم خدمة رفيعة عبارة عن تلاوات مختلفة للقرآن الكريم، يختار الجزء ويختار القارئ ويختار التفسير من التفسير ويتم الاستماع من خلال الجهاز. خدمة من خدمات تقديم القرآن الكريم للزوار المكان. أشكرك. تفضل. دار القرآن فندم تتكون من 30 إيوان، كل إيوان تم نقش جزء من أجزاء القرآن الكريم كاملا عليه، بحيث أنه اللي يدخل كل إيوان كأنه بيعيش في قلب هذا الجزء من القرآن الكريم، مع الجو الذي يحيط بالمكان من الزخارف الراقية المنحوتة في الحجر بصبر وبتفاني وبحب. الجزء الأول ساتك من القرآن الكريم بيبدأ طبعا بزخارف سورة الفاتحة، كل إيوان يشتمل على 20 صفحة ليست مصورة بل منقوشة نقش على الحجر، إعادة إحياء وتجديد لهمة المصري القديم اللي كان ينقش العلوم والمعارف على الحجر. كل جزئية في المكان ناطقة بآيات القرآن الكريم، بالزخارف البديعة اللي تملأ وعي الإنسان والجو المحيط بالإنسان بجلال القرآن الكريم. طبعا الجزء الأول من القرآن الكريم يعني من القيم التي يرسلها للبشرية من خلاله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فأول رسالة فندم رسالة العلم، الرسالة التي نتوجه بها من دار القرآن الكريم إلى العالم بأكمله من الجزء الأول من القرآن الكريم، تعظيم قيمة العلم والتعليم وإنشاء المدارس والجامعات. وابن خلدون فندم كان بيقول في القرن التاسع الهجري: والعلم والتعليم في زماننا هذا إنما هو بالقاهرة من أرض مصر. فده سيادتك يعني نموذج للجزء الأول من القرآن الكريم، مكون من 21 صفحة، 21 لوحة منقوشة على الحجر، كل إيوان وكل جزء عبارة عن 20 صفحة، فقط الجزء الأول 21 علشان الزخارف الخاصة بسورة الفاتحة وفواتيح سورة البقرة. الجزء الأخير كمان فيه 23 صفحة علشان الفواصل اللي موجودة ما بين قصار السور. طبعا سيادتك يعني الزخارف اللي موجودة في حوالين الفاتحة وبداية سورة البقرة ده نمط بديع أبدع فيه المسلمون عبر التاريخ، يعني أجود ما تجود به قرائح البشر من الفن. بقية الأجزاء الثاني والثالث والرابع، الممر ده يا فندم فيها 14 إيوان ب14 جزء. نشوف ستك نموذج كمان في الجزء الـ12. الجزء سيادتك زي ما عرضت على سيادتك 20 صفحة، 20 لوحة منقوشة. أظن سيادتك من القيم اللي ممكن نقدمها في سورة يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسيادتك من العجائب عند تدبر القرآن الكريم إنه في 4 أشياء وصفت بالجمال في القرآن الكريم: فصبر جميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وحتى عند الوصول إلى الطلاق لا قدر الله فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة. والعجيب سيادتك إنه الأربع معاني في مواضع النزاع والخصومة، فكأنه دي رسالة من القرآن الكريم إلى كل إنسان على ظهر الأرض أن يتجمل خصوصا في وقت الخلاف، فكيف بأوقات الوفاق واللين والسكون. تفضل فندم. إحنا سيادتك لما بناخد من كل جزء معنى أو قيمة، في سورة الأنفال هناك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحياء الإنسان بالأمل، إحياء الإنسان بالعلم، إحياء الإنسان بالمعرفة. بننتقل يا فندم من الممر ده إلى الممر المقابل المشتمل على 16 إيوان اللي تكمل 16 جزء من أجزاء القرآن الكريم. أول إيوان هيكون الجزء 15، ونقدر سيادتك من الجزء 15 برضو نقتطف يعني رسالة للعالمين. كل جزئية في المكان يعني تنضح بمعنى الجمال. كان الفيلسوف الإنجليزي المسلم مارتن لينجز أبو بكر سراج الدين
عمل كتاب روائع فن الخط والتذهيب القرآني. سيادتك الجزء الخمستاشر يا ريت فهم الجزء الخمستاشر سيادتك يعني الهدية اللي نقدر نقدمها للناس من الجزء الخمستاشر لو سيادتك تسمح لي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، رسالة تكريم إلى كل إنسان. القرآن الكريم يقدم التقدير والإكرام والاحترام لكل إنسان على وجه الأرض. رسالة من دار القرآن، من مسجد مصر، من أرض الكنانة مصر، لكل إنسان على أرض على وجه الأرض. القرآن يعلم الناس إكرام كل إنسان. الإنسان خلق ليكرم، الأم خلقت لتبر، الوطن خلق ليحب. لننتقل سيادتك بعد كده إلى أجزاء أخرى من القرآن. ممكن سيادتك ناخد نموذج آخر، أحد أجزاء القرآن الكريم، وناخد منه برضو رسالة من دار القرآن للعالم. ولو سيادتك تسمح لي نلقي نظر على الجزء 26 الإيوان القادم كمان يا فندم. سيادتك 27 ممكن سيادتك الجزء 26 الجزء 26 سيادتك فيه سورة الفتح، فيه سورة الحجرات، ومن سورة الحجرات نقدر ناخد للناس قيمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني بينما تنطلق نظريات وفلسفات ورؤى مغلوطة تدعي أن علاقة الشعوب والأمم والحضارات هي الصدام والصراع، إذا بالقرآن الكريم يقول لتعارفوا، فنقدر نقدم منها للدنيا نظرية تسمى بتعارف الحضارات. خلت الرئيس صلاح القادري رئيس الإذاعة الليبرية، نفتخر بك كثيرا، أنت فخر للعرب والفلسطين. من هنا فندم نقدر نمهد إلى يعني درة من درر دار القرآن الكريم، فيما يعني استقر تسميته بقاعة دلائل العظمة، فيها عدد من الآيات من جواهر القرآن الكريم، وكل ما فيه جواهر وعظيم وجليل، نقشت بنفس الطريقة على الحجر مع سطر يشرح مضمون الآية، وترجمت هذا السطر إلى اللغة الإنجليزية. فضيلة الإمام، فضيلة الإمام، كل سنة وسيادتك بألف خير، كل سنة وحضرتك طيب. سيادتك كل لوحة من دول معنى من المعاني، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، مع سطر يشرح معنى الآية مع الترجمة. سيادتك هنا يعني معنى بديع وغير مسبوق، ويمثل كشف عجيب نقدمه برضو للبشرية بأكملها. وجد بعد التأمل والتدبر يا فندم إنه في ثلاث مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، وصفها الله تعالى بالأمان. الأول الجنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. الموضع الثاني المسجد الحرام، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الموضع الثالث مصر، أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإحنا سيادتك أخذنا آمنين من الآيات الثلاثة وثبتناها، وكبرنا الموضع المذكور في كل آية مع كثرة ما كتب حوالين ذكر مصر وتبجيلها في القرآن الكريم، لكن يظل هذا المعنى من المعاني العزيزة. وبعد كده سيادتك مصر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم، ثم سيناء في القرآن العظيم وفي الإنجيل وفي التوراة، يعني إشارة إلى ما تحظى به مصر من تقدير في سائر الكتب السماوية وفي الوحي الإلهي على تعاقب أطواره. بعد سيادتك ما يعني تم صناعة هذا الإبداع، تم تحويله إلى صورة أخرى في القاعة المقابلة لسيادتك. نفس المضمون سيادتك اللي موجود هناك تم تحويله إلى هوية بصرية أخرى في اللوحة اللي هنا. ودي سيادتك الإبداع اللي فيها أنها مش رسم، دي برضو نحت في الرخام، فالمجهود المبذول فيها مجهود ضخم يعني ومضني. نفس المضمون سيادتك، يعني مصر وصفت بالأمان مع جنات النعيم ومع المسجد الحرام، مصر في التوراة والإنجيل والقرآن، سيناء في التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى سيادتك مسك الختام، المصحف الشريف العثماني اللي هو أثمن ما أهدي إلى دار القرآن إلى الآن، وأثمن ما تشتمل عليه، مصحف سيدنا عثمان بن عفان. المصحف فندم يعني بحوث المؤرخين حواليه
انه اما انه يكون المصحف الخاص بسيدنا عثمان بن عفان او احد المصاحف اللي ارسلها سيدنا عثمان الى الامصار. المصحف يزن 80 كيلو جرام، يشتمل على 1087 صفحه. المصحف بالخط الكوفي القديم، غير منقوط، غير مشكل، غير مقسم الى احزاب وارباع. المصحف ظل محفوظا في مسجد عمرو بن العاص على مدى 400 سنه بالكامل، ثم انتقل الى المدرسه الفاضليه، وصاحبها اشترى المصحف الشريف ده ب30,000 دينار ذهب تقديرا وتعظيما للمصحف. ثم انشا له السلطان الغوري قبته الخاصه ليودع فيها المصحف الشريف، ووثق عليها انه مصحف عثماني. ثم نقل على يد اسره محمد علي باشا الى قلعه صلاح الدين مقر حكم مصر، اعتزازا عبر التاريخ بهذه النسخه الشديده الندره والنفاسه من المصحف الشريف. ثم نقل الى مسجد سيدنا الحسين، ثم الى مسجد السيده زينب في مركز المخطوطات في الاوقاف، ثم تم ايداعه هنا في دار القران. السلطان الغوري صنع له حافظه من الجلد مذهبه في غايه النفاسه، وعلشان الزخارف النفيسه اللي موجوده عليها تم وضع مراه ترى من خلالها سيادتك الزخارف. الايات ده سيادتك ظهر الايات المذكوره من الايه 36 من سوره البقره الى الايه 45، واستعينوا بالصبر، الايه الاخيره في الجزء. طبعا سيادتك قاعه دلائل العظمه انها يعني وحي الرب العظيم الى الانسان العظيم على يد الجناب النبوي العظيم بهذا المضمون العظيم، ومن ارض مصر ينطلق المدفن باذن الله. يبقى سيادتك اشاره انه يعني لما الانسان يعيش جو القران بهذه الصوره ويتامل كل هذه المعاني يلاحظ معنى عجيب، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ده ما قالش بس القويم، يعني في طريق ممكن يكون منحرف وفي طريق قويم، بس القران لا يرضى للانسان انه يعدل عن المنحرف ويقف عند القويم، ده عايزه يقفز الى الاقوم. عظيم يا ريس والله، ربنا يبارك فيك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليك. طيب انتم طيبين. طيبين كل سنه وانتم طيبين. طيب العجيب يا فندم انتم طيبين. انتم طيبين كل سنه وانتم طيب يا ريس. اتركها اكلت روح. انتم طيبين. العجيب يا فندم ان القران زي ما بيهدي للاقوم يهدي للاحسن، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها، يهدي للاتقى للاقرب، فلينظر ايها ازكى طعاما، الاخره خير وابقى ورضوان من الله اكبر ذلكم اطهر لقلوبكم. يعني يهدي الانسان للاقوم للاطهر للازكى، يعني يعلق الانسان بالقمم في كل شيء. والعجيب سيادتك انه اول ما نزل في القاع في الايوان الاخير سورة العلق اقرأ وربك الأكرم، ما قالش الكريم، لأن الأكرم هو الذي يأمر بالأقوم وبالأحسن وبالأرقى وبالأكمل. أفعل التفضيل دائما يا فندم. نعم، فسيادتك يعني دار القرآن إن شاء الله تكون مقصد للزائرين من أنحاء العالم، يعني عطاء مصري جديد ومتجدد. الختام يا فندم دار القرآن يعني هدية مصر للعالم إن شاء الله، تنور الدنيا بإذن الله جل جلال الله. الله يخليك يا فندم، كل سنة وسيادتك بألف خير يا فندم. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. وإن شاء الله سيادتك المسجد مسجد مصر يعني يكون كما يعني نؤمل فيه بإذن الله، منارة للعالم بإذن الله. إن شاء الله.